حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم من استمرار تساقط أمطار عدية مرفقة بحبات برد كما ستتراوح كمية الأمطار بين 20 و 40 ملم ويمكن أن تتعدى محليا إلى 50 ملم وهذا إلى غاية منتصف نهار يوم الاثنين وذكرت المصلحة ذاتها أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من بجاية جيجاز جيرسكيك دعنا بطارف جيلما سقهراس قسنطين ميلا ستيف باتنا أملو بواقي خنشلا وتبسة في حين نبه أيضا الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب برياح قوية بداية من الساعة الثالثة مساء لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء وهذا في كل من ولاية سكيك دعنا بطارف وسيستمر هبوب رياح قوية إلى غاية منتصف نهار يوم الاثنين في كل من الوادي المغير تقرد ورقلا وولاية إليزي